كان عبارة عن يعني أمر مخطط له بس مش بهاي الطريقة. كان الموضوع أنه أنا أحط على حسابي على الفيسبوك أنا وعم بعزف، ممكن يصير في بعض التعليقات على حسابي، بس تفاجأت أنه بخلال ساعتين صار أعلى نسبة مشاهدة بالعالم العربي. الانتشار إن دل على شيء فإنما بيدل على قديش المجتمع متعطش من جهة لهذه المشهدية وكسر هذه الصورة النمطية لرجل الدين من جهة، وإنه نشوفوا صورة جديدة للدين اعتادوا على إنه يشوفوا عكسها خلال هالسنين كلها، وخاصة بأيامنا لبعض المجموعات اللي خلت الإسلام بصورة كتير سوداوية مظلمة. أرسلت لي في الليل سحرا أسودا رفقا بالذائب والمفتون، لا ترمي رمشك ناحيتي فأنا من لا شيء مجنون، ودعيني أنظم شوقا أقطع عرقا أحرق أشجار الزيتون. ردة فعل كانت أكثر مما أنا توقعت، وكانت ردة فعل طبعا إيجابية الحمد لله لأنها كانت مؤثرة. المشكلة الشائعة اللي كانت من قبل أنه تحريم الموسيقى المتفق عليه كان حتى وصلوا لدرجة من التشدد من عصر قريب يعني إلى تحريم أي إيقاع، حتى إذا واحد يعني عم بيقلب الملعب الكباية الشاي وعمل إيقاع معين هذا حرام. وأكرر أن الله تعالى الذي خلق هذه الطبيعة بأصوات مختلفة، زغريد الحمام وهديل الحمام وزغريد الطيور وصخب الرعد وخرير الماء، يستحيل أن يكمم فم الطبيعة. وأكرر أن الرافضة للموسيقى كأحد استعاضة عن هواء الطبيعة بأنبوبة أكسجين، هو خلاف الطبيعة والفطرة الإنسانية.